بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا مقدما من أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافرية الطاجة جنوب الخليل ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق إطلاق نار، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4000 مواطن، يعيش المواطنون المهددون بالتهجير حالة من القلق على مصير عائلاتهم. يعني من يوم خلقنا وتجوزت وجاي جاي وخلفت ولادي تجوزوا وإحنا في المنطقة هذه لا رحنا ولا جينا ومعيشتنا يعني غير فيها، يعني برزقتنا حلالنا وإحنا يعني فيها ما بنروح ولا بنيجي، يعني دائما محطوطين هنا وفي المنطقة هذه. خلونا في 12 واحد ما عندنا ولا عند بالنا، غشونا قوة يعني توليل جرافات ودبابات وكل شيء، وردم بقين خمس غرف فينا وبيت غرفة بقت تانا وبعدين بيت حب وبير وبراكس للغنم بقى شو يعني شهر واحد بقى عزم ميلادي الغنم وردموها وخلوهم في السقعة. وبهدف بحث الخطوات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذا القرار، اجتمع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مع عدد من المحامين المتابعين للقضية في مسافر يطا واستمعوا لمطالب المواطنين. ونحن في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبتعليمات من السيد الرئيس وتوجيهات أيضا من رئيس الوزراء سننقل رسالة هؤلاء المواطنين إلى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس ومجلس الوزراء. بالتالي هؤلاء المواطنين من حقهم أن ينتظروا منا دعم صمودهم، دعم حقيقي لصمودهم هنا، بالإضافة أن السيد الرئيس بتوجيهاته إلى وزارة الخارجية لتحضير ملف حقيقي لحالة هذا الملف، أيضا إلى محكمة الجنايات الدولية، بالإضافة إلى الجهد الدولي الذي يقوم به السيد الرئيس في كل المنابر للحفاظ على هذه الأرض الفلسطينية. نعم، هذا الاجتماع تم توضيح فيه الطرق القانونية التي يسعون المحامين لتقديمها مع محكمة الاحتلال والتي لا نثق بها ولا نأمل منها خيرا، ولكن المطلوب على أرض الواقع هنا الصمود ودعم الصمود وأن يلتحم جميع أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافهم هنا على هذه الأرض للدفاع عنها، لأن الخطوات القادمة الاحتلالية ستكون اقتلاع المواطن من أرضه بالقوة، ونحن سنقوم بتجنيد كافة أبناء شعبنا الفلسطيني للتواجد هنا للدفاع عن الأرض وللدفاع عن هؤلاء المواطنين. منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي تحاول سلطات الاحتلال إخلاء مسافر يطا من سكانها، عندما أصدرت قرارا بإغلاق المسافر بالكامل وإعلان ما يزيد عن 30,000 دنم من أراضيها مناطق إطلاق نار، غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان. 4,000 مواطنا مهددون بالتهجير بعد قرار الاحتلال هدم منازلهم، كي يجري جنوده تدريباتهم العسكرية على أنقاض منازل المواطنين. وعود مسيمي، تلفزيون فلسطين، مسافر يطا، الخليل.